الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير جدا كيف نستخدم برنامج الإكسل في حساب ما يسمى معامل الارتباط الذاتي بين الأخطاء العشوائية، The autocorrelation between the errors، الآن يعني طبعا الناجم من تقدير معادلة خطية. لدينا الآن البيانات الآتية: بيانات عن المتغير المستقل x sub t 7 6 5 9 وهكذا إلى أن ينتهي 140، ثم عن المتغير التابع في هذه الحالة y sub t تساوي 6 5 4 وهكذا إلى أن ننتهي من 90 ثم إلى 129. الآن طبعا هذه البيانات متاحة، بيانات كمية. أذهب إلى داتا، هذا الآن داتا، ثم إلى داتا أناليسيس، وأختار من بين هذه الخيارات هي ريجريشن. لاحظوا لي هنا ريجريشن. الآن أضغط على OK فيسألني الآن ما هو الآن المدى range input y اللي هو طبعا المتغير التابع. هنا سأضعه طبعا، هنا وضعت label، لاحظوا الإشارة عليها، فأضع بما فيها اسم المتغير التابع اللي هو من 6 إلى 129. انتهينا وضعناها. الآن في المتغير المستقل هنا أتأكد من ذلك، أضع الآن من x sub t إلى طبعا 140. لاحظوا لي هنا وضعت ليبل الكونستانت، ما لا أؤشر عليه حتى يبقى يعني قيمة الكونستانت. الآن بضع الأوتبوت رينج محدده مسبقا هنا، وهنا أردت طبعا إذا ضغط الآن هنا على هذه الريزيوال بيعطيك البواقي، البواقي وهي مهم جدا لنا، والرسم البيان الريزيوال بلوت، رسم البيان لهذا. بعد ما تنتهي من وضع كل هذه المعلومات عفوا تضغط على الآن أوكي فبتعطينا النتيجة. الآن النتيجة هي كما يلي، لاحظوا لي أنه أعطاني تقدير المعلومات، لا أحتاجها الآن، أنا أريد فقط الرجوة، لأنه أصلا هذا المحاضرة أو هذا المقطع مخصص للرجوة والحساب الأوتوكوريليشن. أعطاني هنا كما تلاحظون الرسم البياني للبواقي الناتجة من تقدير، لاحظوا لي هنا جزء منها فوق الخط المستقيم اللي بيمثل الصفر، وجزء منها تحت الخط المستقيم. لا أستطيع أني أتأكد أن هناك autocorrelation، لكن هدفنا أن نتعلم كيف نحسب autocorrelation. آتي الآن على residuals، هذه الآن لدي 15 مقدارا أنسخها control copy، بعد ما يعني ضللتها control copy أخذتها هاي residuals هنا copy أو نسخ وأضعها هنا. لاحظوا الآن نسخت كل البواقي، لاحظوا لي طبعا في قيم سالب 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 موجب موجب وهكذا، نظريا يجب ان يكون مجموعها يساوي صفرا. الان كيف نحسب المعامل الارتباط الذاتي بين الاخطاء؟ ابدا الان في هذه الحاله ابدا من اي هات الثانيه، هنا انسخ كل هذه القيم حتى الاخير. اوكي هاي كنترول كوبي اضعها هنا، ثم ابدا من الاولى حتى قبل الاخيره. اوكي بعمل كنترول كوبي وانسخها وضعها هنا. الان عندي 14 قيمه هنا 14 قيمه هنا تمثل لي الان المعامل ارتباط الذاتي. طبعا بس يعني لاحظوا ما الذي قمت به، اعمل بدات من اي هات الثانيه حتى الاخير، نسختها هنا في هذا العمود، ثم بدات من الاولى حتى قبل الاخير بواحده نسختها هنا. الآن آتي على هذه، على سبيل المثال هنا على الخانة H مثلا 2، أضع الآن الفورميلا اللي هي الرياضياتية تساوي correlation بفتح قوس بين ماذا وماذا، بين ET طبعا رأسا فاصلة و ET sub 1 sub ET sub T ناقص 1 هذا العمود، أغلق القوس أضغط إنتر بطلع عندي معامل ارتباط منخفض جدا صفر طبعا فاصلة صفر صفر ثلاثة اثنين تقريبا صفر. بمعنى آخر يعني يمكن لنا أن نستنتج من هذه القيمة هنا، إذا وسعتها بطلع عندي هذه القيمة كاملة، بتقول لي أنه ليس هناك ارتباط ذاتي بين الأخطاء العشوائية، وبالتالي الانحدار ليس فيه مشكلة. أكون بذلك قد انتهيت من هذه من هذا المقطع إن شاء الله، راجيا أكون قد قدمت الفائدة المرجوة لكم جميعا إن شاء الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.